في الحقيقة يعني أكثر من خبر اتوارد، مش خبر يعني منقول نقلا فقط، لما تحققنا منه من أشخاص معينين لهم ارتباطاتهم أن هناك تفرق بين الجماعات. أيضا حتى أخيرا شفناهم في الحج اللي هو برهان الدين رباني، ذكر أنه حكمة يار انفصل عنهم، وكان جاءنا خبر أنه أيضا صار بينهم حتى مقتل قتل فيها كذا واحد غير الأولى. فالآن شيخنا الشخص اللي بده يروح يجاهد، هو يرى في بعض الجماعات الانضمام تحت لواء الجهاد وأنه في بينها اتحاد، لكن البعض الآخر منفصل وفي بينهم هذا التضارب يعني اللي صار. وحسب الحديث اللي بصير منهم أنه هناك التفرق، يعني هناك اختلاف شديد بالآراء بينهم، فهل يلتزم جماعة معينة باعتقاده هي هو ولو أفتاك الناس وأفتوك مثلا، أم أنه الأفضل له هو في الجماعة اللي هي تسمى أنصار السنة المحمدية، أظن سووا معك لقاء في مجلتهم، هل الأفضل أن ينضم إلى هؤلاء الجماعة مثلا التي هي أنصار السنة المحمدية، أم أنه ما يرتاح له هو في نفسه من الجماعات الأخرى؟ شايف السؤال شوي محير، لأنه هل له الخيرة أن يختار أي طائفة منهم، ولا واجب عليه أن يختار طائفة وليس له الخيرة؟ لا، هو لما يروح شيخنا، نعم، هو لما يروح هناك، أيوة، هو يجب أن ينضم إلى جماعة من الجماعات، فإذا ليس له الخيرة، فعليه أن يختار من هالجماعات أو من هذه التكتلات ما هو أقرب إلى منهج الكتاب والسنة. طيب شيخنا، هل هذا التكتل يعني ألا يجعل هناك يعني وعليكم السلام ورحمة الله، خلينا نقول خرقا في الجهاد الأفغاني مثلا، ليس كما هو مطلوب في الجهاد الإسلامي الحق؟ يا أخي هذا ما في إشكال، يعني هذا التحزب وهذا التفرق ما في شك أنه يعني أولا مخالف للشرع، وثانيا أخر ثمرة الجهاد. المجلات الآن تكتب في مجلتين، مجاهد والجهاد، تريدان آنفا استلمتها من البريد وكنت أقرأ بالماتريو. المحرر الجريدة تبع الجهاد متصل مع ثلاثة من كبار هؤلاء الرؤساء، منهم سياف ومنهم حكمتيار ومنهم هذا الرباني من شو اسمه. المهم فموجه لهم أسئلة والأجوبة صريحة أنه في اختلاف بينهم وأنهم يحاولون يعني تلاقي والتفاهم وإلى آخره، لكن الشاهد هل هذا يكون عذرا أم يكون مشجعا للحكم السابق؟ يعني هؤلاء بحاجة كما قلت آنفا بالنسبة للعلم، هؤلاء بحاجة إلى أن ينصروا ليس فقط بالناحية الحربية، بالناحية الفكرية أيضا، وليس من المعقول فضلا عن أنه ليس من المشروع أن يتركوا هكذا هملا حتى يصل الأمر لا سمح الله أن يقاتل بعضهم بعضا. فهذا الخلاف بيأكد الوجوب المقرر سابقا وليس يسقطه. عبد الله عزام الله يرحمه كان له جهود يعني تشكر في محاولته لتقريب وجوه الاختلاف، لكن ما وصل إلى الغاية المنشودة. حتى الآن منعوا اللي هو أسامة بن لادن، السعودية منعته أن يسافر إلى هناك. أيوة. كان له جهود كويسة لكن منعوه خوفا من مصير عبد الله عزام. أي نعم. منعوا نفسه أن يسافر. صحيح. حتى أن البعض بذكر أنه يعني محاولات عبد الله عزام في هذا المجال هي التي جعلت البعض يقوم بما قام به تجاهه يعني. ما ندري.